تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية، صوت القاهرة في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. توسيع غزة، تصريحات خطيرة للرئيس محمود عباس. الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان هنا في القاهرة، قابل الرئيس السيسي، بعد كده في قصر الضيافة قابل عدد من رؤساء التحرير والصحفيين والإعلاميين، واتكلم الرئيس محمود عباس وقال بعض النقاط الخطيرة جدا. النقطة الأولى، الرئيس عباس قال إن في مفاوضات حاليا، مفاوضات ومشاورات، في كلام رايح جاي. بين مين ومين هذه المفاوضات والمشاورات؟ بين حركة حماس وإسرائيل. بالنسبة لنا دي مفاجأة مذهلة. اتنين، إن هذه المفاوضات بقالها فترة كانت برعاية أو بواسطة توني بلير، كانت غير مباشرة، إنما في نمطين، مفاوضات مباشرة بين حماس وإسرائيل. الرئيس محمود عباس قال إنه يعرف مين المفاوضين وعارف المكان وعارف الزمان. اتنين، إن في مفاوضات غير مباشرة اللي موجود فيها كوسيط توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق. النقطة الخطيرة التالية اللي قالها الرئيس محمود عباس إنه إسرائيل عرضت على حماس قبل كده ما يسمى توسيع غزة. غزة ضيقة، طيب نوسع غزة، طيب مين اللي جنب غزة؟ نوسع من مصر. الفكرة اللي بيقولها الرئيس محمود عباس إن إسرائيل اقترحت على حماس إنها تاخد 1000 كيلو من سيناء تضمها إلى غزة في إطار مشروع توسيع غزة. طيب حد يقول إنه طيب دي إسرائيل بتقول كده لحماس، طب في النهاية الأرض دي أصلا لا أرض إسرائيل ولا أرض حماس، إزاي بيتفقوا على طرف ثالث؟ إنما كلام الرئيس محمود عباس إنهم اتفقوا مع طرف ثالث كان هو الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي. الدكتور مرسي قال لمحمود عباس إن هو موافق إن يدي 1000 كيلو لغزة من أجل توسيع غزة. الرئيس محمود عباس قال حرفيا للصحفيين إن هو بيقول للدكتور مرسي وقتها إن ده كلام مش مقبول، فالدكتور مرسي هو اللي قال لأبو مازن رئيس محمود عباس باللهجة المصرية الواضحة وإنت مالك. ده دكتور مرسي بيقول للرئيس عباس، بيقول له وإنت مالك، إنت هتاخد أرض وتوسع غزة، ده معناها الأرض دي أرضنا إحنا وهنديك الأرض من عندنا، انت مالك؟ ايه اللي مزعلك في الموضوع؟ اسرائيل اقترحت على حماس، حماس وافقت، هنا الدكتور محمد مرسي وافق، الرئيس ابو مازن قال لا، فالرئيس مرسي قال للرئيس ابو مازن وقتها انت مالك، انت هتوسع غزه، ايه اللي مضايقك من الموضوع؟ نقطه، انتهت شهاده الرئيس محمود عباس. هنا حاجتين، الحاجه الاولانيه ان في حماس وإسرائيل بيتفاوضوا، ودي مفاجأة كبرى جدا فجرها الرئيس محمود عباس. اتنين، إن مش كلام صحافة ولا برامج غير مسؤولة، وياما في كلام غير مسؤول في الصحافة والبرامج والفضائيات، إنما ده كلام الرئيس الفلسطيني شخصيا. فالرئيس بيقول إن الدكتور مرسي قال هذا الكلام لما إسرائيل اقترحت على حماس إنها توسع غزة على حساب مصر وتاخد 1000 كيلو من سيناء. إحنا إذن لأول مرة الكلام الخاص بإن جزء من أراضي سيناء يترك خارج البلاد، لأول مرة بنسمع شهادة في هذا الموضوع من مستوى رفيع ومباشر هو الرئيس الفلسطيني محمود عباس. مصر التي تستورد أي شيء. الاقتصاد عندنا صعب جداً، كلنا عارفين ان احنا عندنا ازمة اقتصادية حقيقية، مش معناه ان احنا مقبلين على كارثة لا قدر الله، انما في ازمة اقتصادية ينبغي ان تدار بحكمة. لكن واحنا في عز الازمة الاقتصادية اللي محتاجة حكمة ورشد بنجد سلوكيات غير راشدة. فمثلا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء جهاز محترم جدا، بياناته ممتازة، انا بأحيي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ورئيسه والعاملين فيه، شغلهم علميا ممتاز. فالجهاز بيقول إنه من يناير ليونيو، 6 شهور اللي فاتوا، من يناير 2015 ليونيو
يعني نص السنة الأول من 2015 مصر استوردت سلع غير مهمة بأرقام كبيرة جدا تتجاوز مليار دولار. يعني تخيل أصلا إحنا بنتكلم مع صندوق النقد الدولي البنك الدولي والمانحين الدوليين على 3 مليار دولار، ممكن ناخدهم مليار مليار مليار. فإحنا أصلا بنصرف في سلع مستفزة أكتر من مليار دولار في 6 شهور، معناه 2 مليار دولار في سنة. طيب من بين ده تخيل مثلا إن إحنا بنستورد أدوات حلاقة وأمواس بخمسين مليون جنيه. ده منتهى العبث. لما في دولة بمكانتنا ووضعنا ما بتصنعش أدوات حلاقة وأمواس، أو مش مدية رخص لمصانع تنشأ من أجل هذا الغرض، فنستورد بخمسين مليون جنيه. فإحنا لو عندنا مصانع، هذه المصانع هي اللي تاخد الخمسين مليون جنيه ونوفر ده نديه للخارج أو الأجانب. تخيل مثلا، أنا هنا بقولش مصنع طائرات، بقولش مصر تستورد طائرات ولا بتستورد قطارات، ده بتكلم على حاجات في منتهى التفاهة. لو أطفال قعدوا يقدروا يعملوا مصانع ناجحة في خلال أقل من عام. أمواس حلاقة وأدوات حلاقة بخمسين مليون جنيه استيراد. تخيل كمان عصير مانجا، عصير مانجا استوردنا بسبعة مليون جنيه. المانجا مرطرطة في جناين مصر ونزل سعر المانجا أقل من سعر البطاطس، وبنستورد عصير مانجا بسبعة مليون جنيه في 6 شهور. طيب عصير أناناس 300 مليون جنيه. طيب لو احنا ما استوردناش أناناس، لو الشعب المصري لم يشرب الأناناس، ايه اللي ممكن يحصل؟ لكن نصرف 600 مليون جنيه في سنة، 300 مليون جنيه في 6 شهور عصير أناناس مستورد. هل في حد عنده أزمة اقتصادية ممكن يتصرف هذا التصرف غير المسؤول؟ أيضا ولاعات ب 12 مليون جنيه. ولاعة منتهى التفاهة، هو ده مفاعل نووي هنعمله؟ دي ولاعة. مش عارفين نصنع ولاعة نوفر 12 مليون جنيه؟ مش عارفين ورنيش. طب ورنيش للأحذية، في أكتر من كده تفاهة؟ مفيش. إننا بنستورد ورنيش من الخارج بسبعة مليون جنيه. اللبان، لبان للمضغ. تخيل دولة تستورد اللبان في ظل أزمة اقتصادية عنيفة. بنستورد لبان بكام؟ 8 مليون جنيه. مضغ ب 8 مليون جنيه. أقلام رصاص 12 مليون، أساتيك 14 مليون، طباشير نص مليون. مش عارفين نصنع أستيكة؟ طباشيرة في المدرسة؟ مش عارفين نعمل طباشير؟ مش عارفين نصنع أستيكة؟ يعني في أكتر من كده، كل شوية تفاهة تفاهة، بس فعلا هل في أكتر من كده بساطة في التصنيع؟ نتصنع أستيكة أو قلم رصاص أو طباشيرة في المدرسة؟ بنستورد ده، أدي ب 14 مليون و12 ونص مليون، اضرب بقى في 2 عشان تجيب الإجمالي في سنة. صلصة طماطم 11 مليون، كاتشب 2 مليون. طب وأصلا يعني صلصة طماطم دي يعني خلطة مفاعل نووي يعني خطيرة، إطلاق قمر صناعي للخارج، بعتين مهمة لكوكب المريخ، يعني صلصة نستوردها وكاتشب يتم استيراده؟ دي مفيش مصانع أغذية مصرية تسد هذا العجز. تعالى بقى، طماطم صغيرة ب 15 مليون جنيه، ايه لازمتها؟ ايه لازمة يكون عندك طماطم صغيرة؟ مالها الطماطم الكبيرة؟ طب لو انت بتنتج طماطم صغيرة ماشي، تستورد طماطم صغيرة ب 15 مليون جنيه في 6 شهور، 30 مليون جنيه في سنة. فلفل كمون بكام بقى؟ نص مليار جنيه. تعالى بقى التفاح، تفاح مستورد، احنا كلنا شفنا اسعار التفاح. لو حضرتك رايح طنطا او اسكندريه او رايح الصعيد تلاقي التفاح اصلا مرمي مع الباعه، مش لاقيين حد يشتريه. التفاح كان ارخص من اي شيء تقريبا لمده عام. لا، بنستورد التفاح، والتفاح بتاعنا اصلا مرمي في الشوارع. بتستورد بكام بقى؟ 600 مليون جنيه في 6 شهور. طب ازاي ده رقم؟
يعني مليار و200 مليون جنيه تفاح في سنة بتستورده في بلد منتجة وعندها فائض من التفاح، مش عايز بقى استرسل كتير في هذا الموضوع، إنما ده شيء مؤسف لما يكون عندنا الصناعة تصنع هذه الصناعات التافهة، لما نصرف كل هذه الأرقام ونطلع دولارات من بلدنا من أجل هذا الهدف. فأنا الحد الأدنى لما حد يقول لي بقى أصنع وأستثمر وأصدر، الحد الأدنى إن اللي أنا بستورده إيه اللي ممكن أنتجه علشان أمنع الاستيراد بدل استنزاف الدولار للخارج. فنفهم نطلع دولارات عشان نشتري دواء مش عارفين نعمله في مصر، طلع دولارات عشان نشتري طيارات مش عارفين نصنعها في مصر، طلع دولارات عشان بنشتري حاجات معقدة فنيا وعلميا ما نقدرش نصنعها في مصر. إنما أساتيك وموس حلاقة وتفاح وهو موجود عندنا وطماطم صغيرة، ده شيء بائس جدا، ده يدل إن في عدم مسؤولية عند المستوردين وعدم مسؤولية عند قطاع من المستهلكين. إنما عدم المسؤولية الأهم هي على الحكومة اللي مش عارفة تشوف جدول أعمالها وتشوف مثل هذه الأمور فتقفلها تماما وتعمل صناعات غذائية داخلية، وبدل ونستهلك نفس الاستهلاك ده بس يكون مصانعنا بدل ما هي مصانع الأجانب، وبالجنيه المصري بدل ما يكون استنزاف للدولار. فتتخيل في كل الكلام الفارغ ده بندفع في السنة 2 مليار دولار، تقريبا قد القرض اللي احنا عايزينه من المؤسسات المالية الغربية. يعني لو وفرت التفاهات ديت اعتبر ان انت اخدت ما يعادل هذا القرض. يتصرف الكثيرون بعدم حكمة في بلادنا. وفاصل ونكمل. حزب العمال البريطاني يرشح مسلما لمنصب عمدة لندن. حزب العمال البريطاني من الحزبين الكبار، حزب المحافظين حزب العمال، محافظين يمين العمال يسار. إنما حزب العمال دلوقتي فيه تحولات تاريخية، في رئيس جديد للحزب جيرمي كوربين اختياره كان مفاجئ جدا، دخل انتخابات داخلية ومفاجأة أنه هو فاز بأغلبية الأصوات. إنما كان المفاجأة التانية أن الحزب داخله منصب عمدة لندن من أقوى المناصب في بريطانيا، فبترشح لهذا الحزب من المحافظين ناس ومن العمال ناس والأحزاب الأخرى. جوه العمال انتخابات داخلية، يرشحوا مين لمنصب عمدة لندن؟ لأول مرة ترشيح مسلم اسمه صديق خان ليكون عمدة لندن. لو نجح مرشح حزب العمال صديق خان هيبقى احنا إزاء لأول مرة في تاريخ بريطانيا عمدة لندن مسلما. إنما رغم هذا المظهر لا ننسى إنه في بريطانيا في صعود للموجة المعادية للإسلام، وطبقا للصحف البريطانية أكثر من 800 جريمة ضد المسلمين وقعت في العام الفائت، يعني من نص 2014 لنص 2015 أكثر من 800 جريمة سجلتها الشرطة البريطانية ضد مسلمين ومسلمات، ومسلمات أكثر عشان بيكونوا معروفين إنهم بيعتنقوا الإسلام نتيجة الحجاب أو الأزياء الإسلامية. الإسلام وبريطانيا قصة طويلة جدا، من الحروب الصليبية للاستعمار البريطاني إلى الوقت المعاصر. ويمكن قبل كده الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق لما طلع واتكلم وقال إن ملكة بريطانيا في كلام إن هي أصولها من عائلة مسلمة، حصلت ضجة على هذا الكلام. وقتها قلنا إن هذا الكلام له أساس تاريخي في كتب ومصادر تاريخية بتشير إلى أن الملكة إليزابيث من عائلة مسلمة الأصل. إنما القصة المثيرة وأشرنا إليها قبل كده قصة وينستون تشرشل، تشرشل زعيم بريطانيا وهو القائد الذي انتصر في الحرب العالمية الثانية. تشرشل في كلام أنه كان على وشك الإسلام، وتشرشل كان بيقرأ كتير في القرآن والكتب الإسلامية، ولما كان ضابط في السودان عرف كتير عن الإسلام. وفي جامعة أكسفورد قسم التاريخ باحث هناك كان بيدرس تاريخ تشرشل ولقى رسالة من بنت أخوه، بنت أخوه بتقول له إن بلاش يا عمي تعتنق الدين الإسلامي، أنا عارفة إنك أنت في طريقك لاعتناق الدين، لكن بتقول له أنا أرجو إن أنت ما تعتنقش الدين الإسلامي.
الكلام ده بيقول أو معناه إن هو كان على وشك اعتناق الإسلام، وإنه أثناء الحرب العالمية الثانية هو مول ودعم أكبر جامع في لندن اللي هو جامع لندن المركزي في حديقة ريجنت في لندن. إنما طبعا ده كلام قد لا يكون دقيق تاريخا. طبعا الرسالة من بنت أخو تشرشل لعمها هي رسالة سليمة، لكن البعض بيقول إن تشرشل أصلا ما كانش لا مسيحي ولا كان يعني بيعتنق المذهب البروتستانتي، إنما كان ملحد. هو مسيحي في دولة مسيحية، لكن قناعاته الداخلية كانت قناعات إلحادية. وفعلا هو كان معجب بالقراءة في الأديان الأخرى من بينها الإسلام، لكن ما كانش على وشك الإسلام ولا حاجة. ودعمه للمسجد المركزي أو الجامع المركزي في ريجنت كان غرضه الرئيسي إن المسلمين يقفوا مع بريطانيا في الحرب العالمية الثانية. أما القصة المثيرة جدا فهي أخت شيري بلير، اللي هي مرات أو زوجة توني بلير، شقيقة زوجة توني بلير اعتنقت الإسلام. والدها ممثل وزوجها كمان ممثل، واتشهرت جدا بوقفها مع القضايا العربية. وقت بريطانيا وقفت مع أمريكا في غزو العراق، طلعت هي وقالت إنها ضد زوج أختها وطالبت بإسقاط توني بلير، وقفت مع العراق. أيضا وقفت مع القضية الفلسطينية، وقابلت الرئيس محمود عباس أبو مازن قبل كده، وحصلت على الجنسية الفلسطينية، يعني هي جنسية مزدوجة بريطانية فلسطينية. إنما بعد كده فاجأت العالم الإسلامي والمسيحي بأن هي اعتنقت الإسلام، وأصبحت شقيقة زوجة توني بلير من القصص الرئيسية لدى المسلمين في بريطانيا. بريطانيا فيها الأقلية المسلمة الثالثة في أوروبا في الدول الرئيسية، يعني فرنسا فيها 5 مليون مسلم، ألمانيا 4 مليون، بريطانيا 3 مليون، يعني أكبر 3 دول في أوروبا على بعض فيهم 12 مليون مسلم. كام تاني؟ 5 مليون في فرنسا، 4 مليون في ألمانيا، و3 مليون مسلم في بريطانيا. لما تيجي العاصمة لندن هتلاقي 1 مليون مسلم من بين 7 مليون سكان لندن. كل سكان لندن 7.2 مليون نسمة. من 7 مليون دول 16% بالضبط من المسلمين، فهي مدينة فيها صبغة إسلامية واضحة. أيضا مدن أخرى في بريطانيا 16% و17% من السكان. إنما الإسلام اللي ليه صلة قوية جدا ببريطانيا، وحتى حركات الإسلام السياسي لها صلة قوية ببريطانيا، إنما المسلمين هناك بيشوف في موجة عداء متصاعدة للإسلام، رغم أن المعتنقين الجدد للإسلام أو المسلمين الجدد في بريطانيا 5000 سنويا، و100 ألف اعتنقوا الإسلام في بريطانيا حتى عام 2011. لكن ظهور داعش، حركات التطرف الديني طبعا رجعت هذا الرقم كثيرا إلى الوراء، وبقت في موجة معادية للمسلمين في بريطانيا. لما نتأمل هذا المقطع في حديث لزوجة أو لشقيقة زوجة توني بلير بتتكلم كيف اعتنقت الإسلام. لم تعتنق لأنها شافت خطبة لأبو بكر البغدادي، أو رسالة صوتية لأيمن الظواهري، أو تهديد من أسامة بن لادن، أو مشهد اختطاف فتيات لبوكو حرام، ولا الكلام الفارغ اللي بتقوله حركات الإسلام السياسي في كل مكان. إنما علشان شافت سيدة مسلمة فقيرة صايمة في رمضان، جه وقت الفطار حطت الأكل قدامها، أكل لا يذكر، يعني أكل لا يؤكل وهي صائمة، وبعدين بتقولها أنت إزاي بتصومي وتسمعي كلام الدين وأنت أصلا مش لاقية تاكلي حتى لو أنت فترة ما أنت صايمة. فقالت لها الإسلام بيعلمني إن أنا أراعي الفقراء وأحس بمشاعرهم. فهذه الست اللي هي فقيرة أصلا ومش لاقية تاكل أساسا، راضية بما هي فيه، وكمان بتفكر في الأكثر فقرا بمنتهى النبل ومنتهى الإخلاص، هي بتقول إن الواقعة دي هي اللي قربتها من هذا الدين. جي 31 اف 35 سباق التسلح بين الصين وأمريكا. حضراتكم عارفين إن أقوى طائرة مقاتلة في العالم هي الطيارة اف 35، دي طيارة أمريكية، تمن الطيارة الواحدة 1 مليار جنيه مصري. الطيارة اف 35 أقوى مقاتلة في العالم. إنما الصينيين هم كمان عملوا
طائرة مقاتلة على غرار F-35 سماه J-31. طبعا ده حديث العالم. CNN تساءلت، هل يا ترى الصين سرقت التصميم من عندنا من شركة لوكهيد مارتن اللي بتصنع F-35؟ ليه CNN سألت هذا السؤال؟ لأن الطيارة دي طبق الأصل من الطيارة دي، ما تقدرش تفرق F-35 من J-31. فتخيل بقى فخر الصناعة العسكرية الأمريكية في القرن 21، F-35 الصين تعمل كوبي منها، نسخة طبق الأصل اللي هي الطيارة J-31. لوكهيد مارتن بتقول هما ما خدوش كل الأسرار، الصين بتقول الأمريكان بيكذبوا، احنا أصلا ما خدناش على الإطلاق أي شيء ولا عملنا أي قرصنة على موقع مصنع شركة لوكهيد مارتن، إنما احنا صممناها بهذا الشكل اللي طلعت بالصدفة متقاربة مع الطائرة F-35. الطيارتين دول لا يمكن لرادار أن يكتشفهم، وعندهم قوة كبيرة جدا، ينطلقوا من قاعدة أرضية أو ينطلقوا من حامل الطائرات، ارتفاع متوسط أو ارتفاع منخفض يقدر يصيبوا الأهداف. دي أسطورة الجيش الصيني J-31، ودي أسطورة الجيش الأمريكي F-35. الاتنين ماشيين قبال بعض، طائرة بطائرة وصاروخ بصاروخ. ده جزء من سباق التسلح اللي بين الصين وأمريكا، دول عملوا F-35 الأسطورة، دول عملوا J-31 الأسطورة أيضا. جزء آخر من سباق التسلح سلاح الليزر. دلوقتي هنلاقي إن اليومين دول الأيام اللي جاية الجيش الأمريكي الصيني الروسي هيبدأوا يحطوا سلاح الليزر ضمن قوات الدفاع الجوي، هيبقى ضمن منظومة الدفاع الجوي سلاح الليزر. الليزر أشعة ليزر تطلع من مكان معين، هنشوف بعد شوية الأمريكان وصلوا لأي مستوى طبقا لما أذاعت CNN، وبعدين بيطلع هذا الشعاع لو طيارة في الجو يحرقها، هو شعاع يحرق الطائرة ويحرق القطعة البحرية على الماء. طبعا ده من أخطر الأسلحة الفتاكة في العالم، ومحدش تخيل إطلاقا أن علوم الليزر تتطور إلى هذا الحد، أو إنه أشعة الليزر توصل بهذه القوة تتحول إلى سلاح يقدر يحرق طائرات في مسافات بعيدة ويسقطها تماما، ويقدر يفحم مراكب أو قطع بحرية موجودة على سطح الماء. الأمريكان لما أعلنوا هذا الموضوع بعدهم بساعات بدأ الروس يقولوا إحنا كمان بنطور، إنما المذهل إن الصين قالت إحنا طورنا قبل الأمريكان وأسقطنا طائرات بدون طيار بواسطة سلاح الليزر. العلوم العسكرية بتتطور بطريقة مفزعة، يعني لو خدنا محطات في تاريخ الإنسانية من أيام ما كان بيخبط زلطتين أو حجرتين في بعض يطلع نار، في تاريخ الإنسانية هنلاقي عصر السكاكين والسيوف لأدوات الحروب والمعارك، بعد كده عصر البارود، فتحنا في عصر الليزر، حيث الليزر سلاح فتاك يحرق من في الجو ومن على سطح البحر.
سباق التسلح في العالم، الصين وأمريكا نموذجا، حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.